وعن طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل في المستقبل المنظور ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. سيد شاهو، مرحبا بكم. يعني العبادي أعلن إعادة افتتاح مطاري أربيل وسليمانية أمام الرحلات الدولية. البرزاني يقول إن المشكلة مع بغداد سياسية ولا تنحصر بالحظر والمطارات. العبادي ربما يؤكد أن المشكلة قد حلت. تعتقد أن الأزمة قد انتهت بين بغداد وأربيل سيد شاهو؟ تحياتي لكم. بداية، الأزمة لم تنتهي، هناك عدة ملفات عالقة بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، منها ملف النفط، منها ملف المطارات والمعابر وعدة ملفات أخرى. أعتقد بضغط دولي حصل اتفاق بين الطرفين على حل مشكلة المطارات، وهي مشكلة سهلة مقارنة بباقي المشاكل، وأيضا حل مشكلة الرواتب. من الممكن أن حكومة المركز تساعد حكومة الإقليم مستقبلا في دفع رواتب وزارتين لتسهيل دفع الإقليم لباقي الوزارات، ولكن هذا لا يعني إنهاء المشاكل. مثلا ملف النفط إلى الآن معلق، وتم الاتفاق على تعليقه إلى ما بعد الانتخابات، وبالتالي يبقى هذا الملف على الطاولة. وأيضا ملف المعابر، وخاصة معبر فيشخابور، والذي أصر الحكومة العراقية على أخذ هذا المعبر ولكن لم يستطع، وتم قتل في الصراع على هذا المعبر أكثر من 60 شخص من الطرفين، ولكن لم يستطع الحكومة العراقية السيطرة عليه، وبالتالي هناك تركيز عليه لأنه يدخل ضمن الهلال الشيعي الإيراني، وبالتالي هذا الملف أيضا معلق وسيبقى مفتوحا إلى ما بعد الانتخابات. هل سيفوز العبادي بالانتخابات؟ هل سيستطيع تشكيل حكومة جديدة أم سيتغير؟ وبالتالي هذا ملف المطارات، لأنه كان ملف غير معقد، وأيضا شروط بغداد جميعها نفذت من قبل الطيران في إقليم كردستان العراق، ولذلك سهلت الأمور مقارنة بباقي الأمور المعقدة. سيد شاهو، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعلن إعادة الموازنة إلى مجلس النواب. تعتقد أن هذه الخطوة سياسية أكثر منها في مصلحة العراق؟ صراحة أن مرور الموازنة من البرلمان العراقي وسط مقاطعة كردية أثارت جدلا كثيرا في الأوساط الكردية، وحصل هناك انتقادات لأداء رئيس الجمهورية ولماذا بقي في بغداد أصلا، لماذا لا يعود. لأن الأكراد تساءلوا بعد تمرير الموازنة أن وجودنا وعدم وجودنا لا يفرق كثيرا في بغداد، وبالتالي حصل هناك ضغط على فؤاد معصوم من قبل الأحزاب الكردية وأيضا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني. هذه الضغوطات نتجت عنها هذه الخطوة من قبل فؤاد معصوم. قبل أيام أعلنت رئاسة الجمهورية أنها فقط سوف تراجع الأخطاء الفنية، ولكن يبدو أن رئاسة الجمهورية استفادت من المادة 67 في الدستور العراقي الذي يعتبر رئيس الجمهورية يسهر على تطبيق الدستور. ونرى الآن أن حجة رئاسة الجمهورية لإرجاع الموازنة للبرلمان هو وجود 31 فقرة أو نقطة مخالفة للدستور. طيب سيد شاهو، النائبة ماجدة التميمي صرحت وقالت بأن معصوم لا يحق له الاعتراض على الموازنة، هل نفهم من ذلك أن هذا الموضوع سيدخل أيضا في نفق جديد من الصراع القانوني السياسي بين بغداد وأربيل؟ بلا شك، وليس تصريح النائبة بل العبادي الآن قال أنه ليس من حق أي جهة تعطيل الموازنة لأنها أقرت، في تعليق له على خطوة فؤاد معصوم، وهذا يعني أن المسألة سوف تطول وأن إقرار الموازنة يمكن أن تطول أكثر وتدخل البلاد في أزمة جديدة، لأننا ندرك أن بحسب الدستور سيد شاهو، بحسب الدستور يجب أن ترفع يعني الموازنة إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، لابد من وجود مصادقة، ولكن في حال صادق عليها أو لم يصادق عليها يعتبر مصادق عليها بعد 15 يوم، ولكن الآن تم إيجاد خلل دستوري وبالتالي يستطيع إرجاعه. ولكن المشكلة الرئيسية ليس في صياغة الموازنة، ولكن في الموازنات الأخرى أيضا. الموازنة في العراق ليست خطة مالية متعلقة بالدولة، بل هي مساومة سياسية بين الأطراف السياسيين، وبالتالي أي طرف يستطيع أن يعلق الموازنة أو يمررها بكيفه وهو اتفاقيات سياسية. لو تم الاتفاق بين الأطراف سينتهي المشكلة تدريجيا، وإلى الآن لا أحد يدري هل
بإمكان، هل هناك صلاحيات فعلا لرئيس الجمهورية بأن يعيد الموازنة أم سيتم تصديقها وتمريرها؟ إلى الآن لا أحد يعلم ذلك بسبب عدم وجود قوانين واضحة، وبسبب أيضا أن المساهمات السياسية هي التي تمرر بالأخير وليس تطبيق القوانين. سيشاه، تعتقد أن الولايات المتحدة ستدخل على خط الأزمة، خاصة أن هناك تصريحات أمريكية يعني صدرت قبل عدة أيام تؤكد على وجوب حل الأزمة بين بغداد وأربيل، تعتقد الولايات المتحدة ستدخل على خط الأزمة الحالية؟ بلا شك أن الطرفان إقليم كردستان العراق وبغداد ليس لديهم ثقة كاملة ببعض، وبالتالي هذا الأمر تسبب في إطالة الأزمة. وأيضا أمر آخر، أن كل طرف لديه قراءة مختلفة للدستور، يعني رغم أنه دستور واحد، رغم أنه قانون واحد، ولكن لديهم قراءات مختلفة. وفي العراق المشكلة لا يوجد جهة محايدة يمكن للأطراف أن يتجهوا إليها لحل النزاعات، وهذا يعني أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم وجود تصريح بأن الموازنة أمر داخلي ولا تتدخل فيه، إلا أنه من الضروري أن يكون هناك طرف آخر لتسهيل الاتفاق بين الأطراف الداخلية، بسبب عدم وجود لا مؤسسة ولا دستور قوي يستطيع التحكيم إليه كافة الأطراف الموجودة على الساحة. من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاه القرداغي، شكرا جزيلا لكم.